تقدمت فيه بال 2002 في عندها قضيه كيفيه الدفع، هي بتاخذ على المتر مثلا، احنا بجوز ناخذ شيء 6 شيكل، لا هم بياخذوا على المتر شيكل، على المتر شيكل. يعني عندنا بدك تحسب الامطار، احنا بهاي الطريقه اسهل تعمل ميزانيه وتطور حراسة عادية، قانون حراسة اسمها. بعدين تفاصيل الحراسة يعني العدكون الأخيرة بالقوانين بيعطي للسلطة المحلية حسب وضعها الأمني وحرية التشكيل في لجنة مهنية هي اللي بتحدد كيفية الحراسة، كيف بالبلد منطقة جغرافية وضعها كيانها وجودها هي اللي بتحدد لنفسها هاي التفاصيل. احنا بدنا لجنة مهنية، يعني عبثي اذا بنحط ناس من خلف خرافيات، بدك لجنه كلها باع طويل بضل لا فاحنا بدي اجاوبك انا هون القصيد هون القصيد بما انه احنا معلمين انه هذا الموضوع الفتره بدي اجيب المهنيين كسياسيين نجي نحط الخطوط العريضه نظرتنا السياسيه كبلد زي ما قال لك واحد بقول لك انا بجوز كحزب من حيث المبدا كعندي تحفظ من صيغه معينه اذا هاي الصيغه مش موجوده بطل عندي تحفظ برافو عليك بدنا نجيب صيغ اللي فيش عليها تحفظات نجي نقول كاحزاب سياسيه اتفقنا نجيب المهنيين كل المهنيين لا اتفقنا على بدنا نلتقي تفاصيل بلاش معلش معلش خوف طيب معنا احنا اخواني انا ماشي مقبول اقتراح اللجنه اللي تمثلنا وبتجيب لنا تصور للجلسه القادمه ان شاء الله تعالى ماشي اللجنه ابو محمود عدنان رياض ماشي ايمن مراد باللجنه كمان ماشي جيد طيب خلصنا هالشيء طيب موضوع مستعد يعني موضوع المراقبه انا باللجنه راح اجيب تفاصيل وخبراء ونجيب لجنه ونحط ونوع اللي يناسب وضع والحراسه بدك تناسب وضع بلد تقدرش تاخذ دكتوره سابه زي عندك وهيوتسليه طيب شوارع موضوع المراقبه موضوع المراقبه خلينا ندرس تفضل ابو لا شو تحكي عنه طيب احكي ابو صلوا على النبي شيخ خالد كيف حالك؟ الله يعطيك ويجاوبك يلا طيب تفضل شيخ في عندنا ظل قصة المراقبة هلا اسمعوا لي قصة اليوم نشرح لكم عن المراقبة بقسم الصحة بما انه تسلمنا مسؤولياته فاحنا جينا كنا السنة مشان احنا نضبط امور الصحة في المنطقة تقريبا غالبا اربعة او خمسة في اللي نحتاج المراقبين اكثر الموجودين اكثر من اللي موجودين اكثر نجاعة ولا اكثر عدد اكثر في كل شيء